يوم دام آخر في عدن، المشهد المألوف ذاته مع تبدل التفاصيل وتعدد الضحايا. تصحو العاصمة المؤقتة على سلسلة من التفجيرات الإرهابية المفاجئة لتمزق شباك الإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات. تقول مصادر بلقيس إن التفجير الأول ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت طقما عسكريا بحي الأحمدي في منطقة خور مكسر وسط المدينة، أسفرت عن قتلى وجرحى، فيما استهدف انفجار آخر بسيارة مفخخة مدرعات إماراتية على الخط الواصل بين مدينة إنماء وجولة كالتكس. في كل مرة المسار نفسه، يقع التفجير في مقار حكومية وعسكرية أو على جانب طريق. يلم الأهالي جثث بعضهم ويتجهون صوب المقابر أو المشافي، ويحدث أن يفيض بهم فيخرجوا غاضبين يسألون أين الأجهزة الأمنية وأين غرف العمليات والطوارئ. ليس خاف على أحد أن هذه التفجيرات التي تهز العاصمة المؤقتة من حين لآخر توضع في سياق الحرب المفتوحة بين الميليشيا والحكومة الشرعية. ففي موازاة جبهة المعارك المفتوحة بين الجانبين، تحاول الميليشيا الضغط على الحكومة بفتح جبهات أخرى وبأدوات مختلفة وتوجيه ضربات موجعة في المناطق المحررة. هذا إلى جانب رغبة الميليشيا عبر أدواتها وضع الأجهزة الأمنية في دائرة العجز لفشلها رغم كافة التدابير في وقف إراقة دماء اليمنيين. يتعدد الجنات في عدن والضحية واحدة، لكن المواطن هو من يدفع الثمن من دمه وأمنه ومستقبله.